بسم الله الرحمن الرحيم، ونحييكم ونحيي الشعب السوداني بذكرى 30 يونيو، وسطر الشعب السوداني ملحمة أخرى أنه يعني جاد في مسيرة التحول والتغيير من أجل أن يحيا هذا الشعب حياة كريمة. ونحيي أيضا القوات النظامية بدورها العظيم في الحفظ على الأمن، وأيضا نحيي كل الشركاء، وأنا أتمنى أن تستمر هذه الشراكة بهذا الشكل وبهذا التعاون الكبير. وأيضا رسالة للثورة المضادة أنه لا عودة للنظام القديم، والشعب قال كلمته. قد تتحدث بعض الأصوات عن تدخل اللجنة في بعض الأعمال، وأنه هذا من صميم عمل اللجنة متابعة ورصد كل اجتماعات المؤتمر الوطني المحلول، فنحن لهم بالمرصاد إن شاء الله ونتابع هذا، وهذا من صميم عملنا. قرارات اليوم، هناك استرداد لقناة الشروق، هي من القرارات التي صدرت في أول اجتماع للجنة لإزالة التمكين، وتم طبعا ثبت بعد تحقيقات عديدة أنه هناك تمويل مباشر من الحساب التجميعي الذي تحدثنا عنه من قبل لقناة الشروق، وتم دفع أموال في ذلك الحساب 250 ألف دولار وحوالي 100 مليار لقناة الشروق. فبالتالي صدر قرار رقم 234 استرداد أسهم شركة الشروق للأنشطة المتعددة المحدودة، استنادا على قانون تفكيك 30 يونيو 1989، وإزالة التمكين لسنة 2019، تعديل لسنة 2020 وفقا لسلطات لجنة التفكيك نظام 30 يونيو 1989، واسترداد الأموال العامة. نصدر القرار آتي نصه: أولا، استرداد كل أسهم شركة الشروق للأنشطة المتعددة المحدودة لصالح حكومة السودان وتسجيلها باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. ثانيا، نوصي اللجنة باتخاذ ما يلزم من تدابير لاستمرار أعمال قناة الشروق الفضائية المملوكة للشركة محل القرار، وإسناد إدارتها لوزارة الثقافة والإعلام. ثالثا، على الجهات ذات الصلة وضع القرار مكان التنفيذ. توقيع الفريق: الركن ياسر حسن العطا، عضو لجنة رئيس لجنة التمكين وعضو مجلس السيادة.